السلام عليكم، مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي في القناة. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن الجزائر وما أدرك ما الجزائر، بلد المليون والنصف شهيد. أول شيء سوف أتكلم عليه هو العلم، علم الجزائر. علم الجزائر يتكون من لونين، اللون الأخضر واللون الأبيض، ويتوسطهم نجمة وهلال. اللون الأبيض في العلم يرمز إلى السلام والنقاء، واللون الأخضر يرمز إلى الازدهار وثروات البلاد، واللون الأحمر يرمز إلى فداء ودم الشهداء. علم الجزائر، ولكن أريكم شيء الكثير منكم لا يعرفه. علم الجزائر لأول مرة، هذا هو. الجزائر هي دولة عربية تقع في شمال إفريقيا. آسف، الجزائر لا تقع، لا علينا. الجزائر عاصمتها الجزائر، ومساحة الجزائر 2 مليون. إلخ، المساحة كبيرة. والجزائر تعد أكبر 10 دول في العالم، وأكبر دولة في إفريقيا وفي العالم العربي، وتطل شمالا على البحر الأبيض المتوسط، وتحدها من الشمال الشرقي تونس، وشرقها ليبيا، وغربها المغرب، والجنوب الغربي موريتانيا ومالي، ومن الجنوب الشرقي النيجر. وتتقسم الجزائر إداريا إلى 48 ولاية و 1541 بلدية، وعدد سكان الجزائر 45 مليون جزائري. ولا ننسى أن الجزائر غنية بالثروات الطبيعية، ورح نذكر بعضا من هذه الثروات. البترول في الجزائر اكتشف عام 1956 بمنطقة حاسي مسعود. ثانيا، الغاز الطبيعي الموجود بمنطقة حاسي الرمل. ثالثا، الحديد بمنطقة بوخضرة على الحدود التونسية الجزائرية. رابعا، الذهب والأورونيوم في منطقة الأهاجار. خامسا، النحاس والرصاص والزنك، هذه الثروات بمنطقة عنابة، تلمسان وسكيكدا. سادسا، الفوسفات في جبال الغنقة ومناجم الكوفي على الحدود التونسية الجزائرية. سابعا، الزئبق، والجزائر هي الأولى في الزئبق على مستوى إفريقيا. ثامنا، لا ننسى المياه الجوفية في الجزائر، ولا ننسى البحر الأبيض المتوسط، حتى هو واحد من الثروات الطبيعية. وأهم ثروة من كل هذه الثروات هو الشعب الجزائري والشباب الجزائري. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه. ولا ننسى جمال الجزائر، خلكم في هذا الفيديو تشاهدوا معنا قليلا من جمال الجزائر.
لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، نتمنى ينال إعجابكم هذا الفيديو بأسلوبي الجديد وبتقديمي الجديد لهذه الفيديوهات. وما تنسوش تتركونا في التعليق اسم الدولة القادمة التي تريدون أن أتكلم عليها في فيديو. شكرا لكم وتحية إلى كل الشعب الجزائري من مواطن جزائري. كوف روحك خويا سانسمير، بارتاجي لايك، السلام عليكم.